أنا ما اسمعين برسم بس لسه مبتدئة في أول طريقي. جاية بس أوريكم النهاردة موهبتي، وإن شاء الله في يوم من الأيام هوصل وهبقى رسامة كبيرة إن شاء الله. أنا عرفت الإيفنت من على الفيس من صحابي، بيغنوا وبيرسموا وبيقولوا راب كمان. طيب لا، هي رسومات عليا يعني بقلد رسومات أو كده، لأن أنا لسه ما عنديش أفكار إن أنا أرسم رسمة لوحدي. أنا اسمي إسراء جمال، أنا سني 18، أنا جاي أعرض رسم وبورتريهات وتفاصيل الوش وكده، وعرفت الإيفنت عن طريق الفيسبوك. مي صاحبتي عملت لي إنفايت، فشوفت الإيفنت وكده عجبني الفكرة، فجيت أعرض الموهبة وكده يعني، بس هي مش بروفيشنال قوي يعني، بس أهو يعني.